ترانتينو. رجعنا لكم من جديد. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. 8:48 دقيقه، مرحبا بكم في كابوتشينو، واحنا مازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة امتاع الصباح. نحكيوا على الصلح الجزائي، هل باش يتم تجاوز عثرات العامين اللي فاتوا؟ بكلمات تحملها بلاغ الرئاسه الصادر نهار الجمعه اللي فات، وقع الكشف عن تقييم جديد لاسباب تعثر مسار الصلح الجزائي في طوره الاول، وهو عدم الجديه في تعاطي المعنيين بالصلح مع المسار، واللي ماهوش باش يكون ممكن اليوم بعد تنقيح المرسوم اللي يعتبر الرئيس انه فتح الابواب لمن اراد جادا ان يعيد للشعب التونسي امواله. في قراءه الرئاسه وهي الجهه المبادره بمسار الصلح، وقعت الاشاره ولو بشكل ماهوش صريح خلينا نقولوا الى تعثر الطور الاول لمسار الصلح الجزائي اللي انطلق في مارس 2022 وتوصل معهم الى غايه نوفمبر 2023، وهذا جرى تعثر عدم مشاركة المعنيين بمسار الصلح من رجال الأعمال أو اللي تورطوا في ملفات فساد ونهب للأموال العامة أو استهزؤوا بالمسار وفق الوصف اللي اعتمدوا بلاغ الرئاسة. يتفاعل معنا في الموضوع، يتفاعل معنا في موضوع الصلح الجزائي الناشط السياسي سهيب المزريقي. صباحا نوري سهيب. صباح الخيرات حذامي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله رمضانكم مبروك. إن شاء الله رمضانك مبروك، يعطيك ألف ألف صحة، إن شاء الله نهارك زين، كذلك بداية يوم موفق ليك والمستمعين. في عودة من جديد سهيب إلى طرح موضوع الصلح الجزائي، شفتك الحقيقة في إحدى الصحف كنت كتبت بشكل معمق، كنت حكيت وحللت حول الموضوع، ماذا بيا ناخذ رأيك فيه؟ نعم، يعني كان بالأول أمس يعني تشكيل لجنة وطنية جديدة للصلح الجزائي، واللي تركيبتها يعني تراوحت بين رئاسة جديدة وبين أعضاء جدد، حيث ترأست يعني اللجنة السيدة مشكات كلامة وهي قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، وضمت اللجنة يعني 8 أعضاء آخرين وهم سيد محمد القلال قاضي إداري، نائب ليه اللي هو سيد الرئيس سهيل شعور وهو قاضي مالي أيضا، نائب ثاني للرئيس وهو محمد الشعيب ممثل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وسيد لطفي حزرالي اللي هو ممثل على الهيئة الرقابة العامة المالية، وأيضا يعني ممثل عن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية، وممثل عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي. وأيضا يعني نشوفوا أنه فما لهذه اللجنة يعني أو مكلف عام بنزاعات الدولة، وأيضا نشوفوا أنه اللجنة مقرر وهو السيد محمد الوسلاتي. لو نشوفوا حتى في خطاب رئيس الجمهورية من ناحية تحميلها الأمانة التاريخية والمسؤولية التاريخية لهذه اللجنة في إطار استرداد الأموال المنهوبة سواء على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، فإنه نشوفوا أنه تصريحات رئيس الجمهورية تحيل بالضرورة إلى في هذا الموكب على أنه يعني ثم فرصة أخيرة لهذا المسار الصلح الجزائي. ورينا أيضا أنه رئيس الجمهورية اعتبر أنه المسؤولية جسيمة وتاريخية، وأنه الفرصة هذه هي الأخيرة، واللجنة الوطنية للصلح الجزائي يعني هدفها تعمل لإرجاع أموال الشعب. ويبدو الحديث يعني حتى على فرصة أخيرة في الصلح الجزائي منطقي لعدة أسباب، من بينها أنه التجربة يعني كانت كفيلة بتبيان مكامن الإخلالات التشريعية والإجرائية اللي كانت موجودة في النص الأول، أيضا يعني أنه مر بالكثير من الوقت اللي ضاع بدون إرجاع يعني أموال منهوبة، وهذا تقاعس من الأعضاء اللي كانوا موجودين في حد ذاتهم، إضافة إلى أنه يعني نشوفه حتى على مستوى العام أنه النص القانوني لم يكن هو الفيصل في التوصل إلى النتائج اللي كانت معمولة، واللي بالتالي رأينا مؤخرا في جانفي رئيس الجمهورية أعاد تنقيح يعني فصل مرسوم الصلح الجزائي، ورينا أنه حتى يعني كان رئيس الجمهورية رئيس لجنة التشريع العام في مجلس النواب الشعب ياسر القراوري قد صرح يعني مؤخرا بأنه هنالك تعديلات في مرسوم الصلح الجزائي، وأنه مسار الصلح الجزائي في السنة المنقضية يعني شمل 14 متصالح فقط، وأن العائدات يعني تم تحصيلها كانت ضعيفة جدا وما تجاوزتش فقط 27 مليون دينار. في الوقت الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد سابقا على أن المبالغ المأمولة من أنها ترجع من أموال منهوبة داخليا فقط
5.5 مليار دولار حسب تعبير رئيس الجمهورية. وبالتالي يعني حتى لو نشوفوا اللجنة الوطنية الجديدة اللي تعملت هذه من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون، فبش نشوفوا أنه على الأقل فما تعديلات جوهرية، وبحيث أنه يبدو المسار الجديد للصلح الجزائري اليوم مختلف جذريا على المسار الأول بمقتضى التعديلات اللي قام بها رئيس الجمهورية على المجلس وصادق عليها في البرلمان يوم 18 جانفي فيما أعتقد الماضي، حيث يعني تغير دور اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأصبح تقني بالأساس ويتعلق بمراقبة توفر الشروط الشكلية في مطالب الصلح والتقديرات بخصوص قيمة الصلح أو قيمة المشاريع التي ستنجز على قاعدة الصلح الجزائي، فيما أصبح القرار بيد مؤسسة مجلس الأمن القومي. بالتالي لما أصبحت أموال منهوبة أو استرجاع الأموال المنهوبة ليست فقط أمرا تقنيا، بل أصبح يعني مهمة أمن قومي بصفة عامة، ورينا أنه حتى المتصالحين أو الذين يعني تحوم حولهم شبهة فساد أو شبهة اختلاس أموال العام سوف تعرض ملفاتهم على المجلس الأمن القومي بعد مصادقة يعني لجنة الصلح الجزائي عليها. كما قضايا يعني التعديل الجديد بتدعيم صلاحية اللجنة، وذلك يعني بالتوصيف على إمكانية إجرائها أعمال استقصائية، وهذا ما كانتش موجودة في المسار الأول أنه يقوم بأعمال استقصائية بالتعاون مع الجهات المعنية سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، كإمكانية يعني طلب معلومات وتحاليل مالية من اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي وأيضا من وحدات التحريات المالية النظيرة لها بالخارج. ورينا حتى أنه في زيارة وزيرة العدل السيدة ليلى جفال للبرلمان في الشهر المنقضي يعني أكدت على تعديل المرسوم كان بهدف تجاوز عدد كبير من النقائص من بينها التعمق في دراسة المشروع وأيضا الصلح الجزائي سواء كان مؤقتا أو نهائيا من جميع جوانبها التقنية والفنية والمالية والقانونية، وأيضا يعني اتخاذ موقف محدد في شأنه يقترب من الجرائم المرتكبة وتقرير تعويض عادل سواء في شكل أداء مبالغ المالية محددة أو مشاريع تنموية ومشاريع ذات أهمية وطنية. ونشوفوا اليوم نتسألوا مع بعضنا يعني شنو الأفاق اللي ممكن أن يشغلها الصلح الجزائي. فلا هذا اللي كنت باش نسأله لك. أي نشوفوا يعني اليوم أنه اختلفت الآراء في المسألة هذه بين ممكن من يستشرف أنه يمكن أنه يتحقق المسار الصلح الجديد هذا وممكن أنه نمشي فيه يعني جسكو بو ترجع أموال الدولة، ومنهم من يرى أنه مجرد عملية يعني أنه يكسب الشرعية على المنطقة العبثي، لأنه فما برشا ناس يشوفوا خاصة المعارضة خاصة يعني الناس اللي ممكن تبحني في الكلمة يعني تنبر خارج العملية السياسية يشوفوا انه اليوم يعني هذه مرحلة عبثية الى غير ذلك، في حين انه اليوم يعني ويشوفوا حتى انه اصحاب الرأي هذا بس يعني يشوفوا انه التعثر ما يزال يخيم على هذا الملف. من ذلك ان الوقت يعني مسابقة التعديل على المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداتها منذ منتصف شهر جانفي الماضي، في حين يعني انا اعتقد انه عدم تعاطي المشمولين بالصلح الجزائي او الفاسدين او الذين نهبوا اموال الشعب الملاحقين قضائيا بصفة جدية كان يعني يخيم حتى على خطاب رئيس الجمهورية أمام لجنة الصلح الجزائي. حتى لو تلاحظ أو لمس يعني رئيس الجمهورية وقت يتكلم يحكي على أساس أن الملاحقين قضائيا قدموا يعني أموال زهيدة وأموال مرحكة تتراوح بين 700 دينار و 30 مليون، علاش حتى رئيس الجمهورية حكي على أنها ما تجيبش حتى السيارة الشعبية يعني. سهيب نتفاعل معك في الأخير الحقيقة، أنت حكيت شوية على الانتقادات اللي قاعدة تحوم حول الملف هذا وحول الصلح الجزائي، ما تشوفش كذلك أنه السلطة بدورها عندها مسؤولية في تعثر مسار الصلح الجزائي، أو خلينا نقوله بالأحرى بطء النسق متاعه، ما تتحملش المسؤولية الأولى سواء تعلق الأمر بالمرسوم أو بالقانون
بعد مصادقة المجلس عليه منذ أسابيع، يبقى المحدد كما نعرف لنسق مسار الصلح هو رئاسة الجمهورية اللي ما أعلنتش الحقيقة، خلينا نقوله ديما متروك بيد رئاسة الجمهورية فيما يخص الأجل القانونية أو الأطوار وغيرها. هو شوف حذاني لنرجع للمسار الأول لمسار الصلح الجزائي من ناحية العمل الأولي، فباش نشوفوا أنه في المرحلة الأولى صحيح كان يشكو هنالك نقص تشريعي، نقص قانوني، نقص حتى في حرية التصرف للأعضاء إلى غير ذلك، لكن وقت نشوفوا في المرحلة الثانية رئيس الجمهورية أعطاهم حرية أكثر من ناحية يعني أنه يعمل يقوموا بأعمال استقصائية بالتوازي مع ما هو مالي وما هو إداري وما هو يعني عدلي، وبالتوازي أيضا حتى مع الشؤون الخارجية. نشوفوا أنه القانون وقت يعطاهم حرية العمل أكثر من ناحية يعني أنهم يمشيوا إلى تقييم هذه العملية أكثر، وعطاهم يعني حتى تعديل للقانون، فبالتالي نشوفوا أنه المسار الثاني والمسار الثالث للصلح الجزائي تجاوز النقائص الأولى والنقائص الثانية على مستوى تشريعي، على مستوى عملي، على مستوى يعني إداري مالي قضائي إلى غير ذلك. إلا أنه يعني كيف ما حكاها حتى رئيس الجمهورية مؤخرا على أنه الذين كانوا في أعضاء للجنة الصلح الجزائي يعني لم يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية، ولم يكونوا هم حد ذاتهم يعني حريصين على استرجاع أموال الشعب للشعب. وهذا يعني أيضا يرجعنا حذان لمنطق أنه رئيس الجمهورية يتكلم خطابا عاليا وذو سقف يعني سماوي، لكن الأساس العمل هو عمل سلحفاك، وهذا مريناه يعني في ليس فقط على مستوى لجنة الصلح الجزائي وإنما حتى على العمل الحكومي، وكأن يعني رئيس الجمهورية في واد والحكومة في واد آخر، وهو ما جعل يعني رئيس الجمهورية مؤخرا يعني يقوم بعدة إقالات على غرار يعني وزير الثقافة، وزير النقل، وليي سوسة، وليي المهدية والمنستير، وليي المنستير والمهدية، بعض رؤساء الدواوين إلى غير ذلك. وهو يعني الهدف منه اليوم على الأقل زرع أو خلق روح ديناميكية جديدة للحكومة، وإحنا نعرف أنه الحكومة اليوم ما تنجمش تشتغل إلا إذا كانت لديها رؤية واضحة حسب ما ينص عليه الفصل 100 من دستور 25 جويلية 2022، انه رئيس الجمهورية مطالب باش انه يبين يعني خارطته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعرضها على مجلس نواب الشعب من اجل المصادقة عليها. هذا مريناش، ومريناش ايضا حتى انه الحكومة تسير وفق منهج سياسي واقتصادي واجتماعي معين. ننتظر اليوم انه تكون هنالك على الاقل تصورات جديدة، رؤية جديدة، انفتاح اكثر من قبل رئيس الجمهورية على كافة الفاعلين سواء السياسيين أو المنظمات الوطنية من أجل أنه اليوم نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية. نشوفوا حتى لو نرجع حتى فقط في منطقة الصلح الجزائي، فإنه نشوفوا في الحقيقة هنالك يعني عملية تحيز على القانون وتبييض للفساد مقابل يعني بعض الفتات. أيضا يعني نشوفوا حتى عملية الصلح الجزائي من قبل بعض المتهربين قضائيين يعني تنم بمنطقة الاستخفاف بالصلح الجزائي، وتنم يعني حتى على أنه عدم تعامل بصورة جدية مع الصلح الجزائي، وبالتالي يعني يكونوا ناهبي مال الشعب التونسي. اليوم نشوفوهم يعولوا حتى على بعض اللوبيات النافذة داخل الإدارة، داخل القضاء، داخل اللجان التحليل إلى غير ذلك من أجل تحسينهم والتستر عليهم، متناسين انه المساله اليوم يعني تحولت لقضيه امن قومي، وباش تتعرض كما كنت نحكي لك على مجلس الامن القومي لتدارسها وتتابق الاموال المدفوعه مع الاموال المنهوبه، وبالتالي يعني يكون بذلك يعني يكون حضور لجان متعدده منها لجان التحليل الماليه والصلح الجزائي. في تكرار رئيس الجمهوريه لكلمه الفرصه الاخيره هي دعوه للملاحقين القضائيين لمراجعه انفسهم والتحلي بالبعد الوطني ويرجع أموال الشعب المنهوبة لكي يستفيد منها في شكل تنمية أو يعني توزيع عادل بين الجهات. أيضا يعني كلمة رئيس الجمهورية حتى أو لامس وقت نشوفه أمام يعني موكب أداء اليمين لأعضاء لجنة الصلح الجزائي، نشوفه أنه
تحمل في طياتها نية تطبيق القانون والتوجه نحو تفعيل الإجراءات المترتبة على الأحكام القانونية الصادرة فيهم، مع إيمان بهذا التوجه الإصلاحي بأنه ليس رئيس جمهورية أو ليس مسار 25 جويلية أو ليس الهادفين لإرجاع أموال الشعب التونسي لا يهدفون يعني إلى وليسوا دعاة للسجون ولا للعقوبة، ولكن يهدف لإرجاع أموال الشعب التونسي بطريقة حضارية يراعي الحق المادي للشعب التونسي من جهة والحق في الحرية لبعض من ناهبي مال الشعب التونسي. واضح، يعطيك الصحة يا سهيب، شكرا ليك اللي رافقتنا في التحليل في النقاش، مشكور جدا كما العادة على ذات الإذاعة القهوة سهيب، موجود كل يوم جمعة، شكرا ليه من جديد. شوي آخر باش يلتحق بينا، عنده مدة من قبل سيدي رمضان، يظهر لي من 2023 ما شفناهش عليه هكا ولا لا، شفناه مرايرة يظهر لي في 2024، زعما على شكون نحكي، تشنشنت اليوم هاي انتوما باش تكتبوا لي في التعليقات، كان يخدم في الفلاحة في إيميسيون أجريكاب هاكا، باش نسهل لكم أكثر وأكثر، زعما شكون ضيفنا بعد شوية، يلا خليكم.